شوارعها مزدحمة، الحياة تنبض في جميع أحيائها رغم وقوعها وسط أكثر ولاية تركية متضررة. الريحانية، أو كما بات يسميها أهل هاتاي المدينة السالمة. تعرضت المدينة لأضرار بسيطة لا تذكر مقارنة بالمدن المجاورة لها كأنطاكيا، ولصمود أبنية المدينة في وجه الزلزال المدمر أسباب عدة. بالنسبة للريحانية لم تتأثر بالزلزال كما تأثرت أنطاكيا وكركخان وألطنوس، فخط الزلزال المباشر مر من هذه المناطق ودمرها، على الرغم من أننا في الوسط، ولكن لطف الله بنا، وهو أول سبب جعلنا سالمين، وثانياً خط الزلزال الذي لم يمر تحت المدينة مباشرة بحسب العلماء. إضافة إلى طبيعة الأرض لدينا، جاء الكثير من جيراننا إلى الريحانية نحن نستقبلهم، ومكانهم تاج فوق رؤوسنا. باتت المدينة وجهة لمئات العوائل المتضررة من المدن المجاورة، فتوفر الكهرباء والماء وكافة مستلزمات الحياة اليومية، بالإضافة إلى عودة دوائر الدولة للعمل فيها مبكراً، جعلها الخيار الأفضل للاستقرار الحالي، خاصة مع انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالمدن التركية الكبيرة. الريحانية هي كونها أني الحمد لله المنطقة السالمة، يعني الناس اللي سلمتها المنطقة السالمة، يعني الحمد لله رب العالمين. الازدحام اللي صار شكل ما هو طبيعي أبدا، يعني أنا صلي هون 10-12 سنة هون بريحانية، هذا الازدحام اللي صار هي أول مرة بشوفك ازدحام، شيء ما هو طبيعي طويل. من أول نهار الزلزال، من أول نهار صار ما وقفنا عن العمل أبدا الحمد لله، ضلينا مستمرين من أول نهار الزلزال إلى حد هذه اللحظة الحمد لله، ومستمرين بإذن الله تعالى. أنا من سكان أنطاكيا، انهدم بيتنا وطالعوني بعد 3 أيام من تحت الأنقاض، واضطرينا نلجأ للريحانية لأنه كانت هي أمن مدينة وأقرب مدينة لأنطاكيا. يعني ما كان لنا غير أنه نبحث على خيمة، يعني جبنا خيمة وهلأ قاعدين فيها. يعني لم يمنع الخوف والقلق هنا مع استمرار الهزات الارتدادية سكان الريحانية وضيوفها من عيش حياتهم الطبيعية، لتصبح المدينة الصغيرة كأنها العاصمة. وجدها الكثير من الناجين ملاذاً آمناً لهم، فأصبح إيجاد منزل للأجار على كثرة الطلب هنا حلماً، وباتت حدائقها مجمعاً مليئاً بالخيام. هل ستكون الريحانية مركز ولاية هاتاي الجديد ريثما تنتهي مدينة أنطاكيا من مرحلة الإعمار؟ من مدينة الريحانية جنوب تركيا، عبد الحميد السلات، هنا القاهرة عاصمة الخبر.